السلام عليكم. نبدأ في المحاضرة الأولى في التحليل الرياضي 2. أول شيء طبعاً ندرس في التحليل الرياضي التفاضل، قوانين التفاضل، قوانين التكامل. هو التحليل الرياضي 2 المفروض أن ندرس التفاضل التكامل فقط، وقواعد التكامل وطرق التكامل الأساسية. لكن إحنا أول شيء لازم نبدأ بالتفاضل، لأن أكيد الطلبة ناسين القواعد هذه. أول حاجة ناخذ شنو التفاضل، قواعد قوانين التفاضل. شنو التفاضل؟ التفاضل هو أن ننزل قاعدة القاعدة الأساسية للتفاضل، أن ننزل أس المتغير مطرح من الأسس واحد، زي ما نقول واي مثلا تساوي اكس اس 7. القانون اني لما نجيب فاضل نقول واي شرطه بتساوي 7 نزلها 7 نزلت الاس، نجيب الاس مطرح منها واحد، ننزل السبعه ونجيب الاس السبعه مطرح منها واحد تكون 6. من قواعد التفاضل هذا هي القاعده الاساسيه للتفاضل الاولى. ثاني شيء التفاضل الثابت يساوي 0. مثلا لما نقول لك الواي تساوي 7، باي باي طبعا قيمتها 22 على 7 ولا 3.14، يعني هذا زوز ثوابت، بمعنى واي شرطه شو بتساوي؟ 0. ثاني شيء ثالث شيء ثالث قاعده التفاضل الاكس يساوي 1، زي شنو لما نقول لك الواي تساوي اكس، الواي شرطة بتساوي 1. مثلا نقول لك الواي تساوي 7 اكس، السبعة ثابت ما لهاش دخل لما نجيب فاضل، والاكس تفاضل 1. مثلا بقول لك الواي تساوي سالب 8 اكس، الواي شرطة بتساوي سالب 8 ثابت ما لهاش دخل، لكن الاكس تفاضلها شيء 1. هذه ثلاث قواعد من التفاضل. ثالث شيء ثالث قاعدة من قواعد التفاضل، رابع قاعدة من قواعد التفاضل، تفاضل الجذر اللي هو 2 على الجذر في على فوق التفاضل ما بداخل الجذر، زي واي يساوي جذر 7 اكس ناقص 1. الواي شرطة شو بيكون؟ نخلي الجذر كله في المقام. تفاضل 7 اكس شو تفاضلها؟ 7، 7 في 1 7، وتفاضل الواحد شو تفاضلها؟ 0، معناها فوق شو بيكون؟ نقطة 2 جذر على 7 تفاضل ما تحت الجذر اللي هو 7. نزيد مسألة ثانية، تفاضل 4 جذر 1 ناقص 6 اكس، الواي شرطة بتساوي الجذر بس اللي ناخذ المقام 2 جذر الأربعة بعد فوق، هو تفاضل هذه الواحد تفاضل 0 ناقص 6 اكس تفاضلها ناقص 6، نضربها في ناقص 6 هنا، معنى عدني فواحد عدني فها 2، معنى واي شرطة شو بتساوي؟ 2 في سالب 6 اكس هي سالب 12 على جذر 1 ناقص 6 اكس. هذا بالنسبة لتفاضل الجذر. في قانون مهم جدا في قوانين التفاضل هو تفاضل القوس رقم 6، تفاضل القوس. شو تفاضل القوس؟ ان ننزل قوس القوس ونترك كل
خلينا
ناخذها بالشكل هذا، ناخذ القواعد. اول حاجه ناخذ القواعد النسب المتمديه وبعدين نحل. اول شيء ساين اي اكس تفاضلها، تفاضل الزاويه اي في الكوساين نقرا الزاويه الزمنيه اي اكس. ثاني حاجه تفاضل كوساين اي اكس اللي هي الاي تبعد، تفاضل النسبه الزاويه اي اكس تفاضلها اي في الكوساين تفاضلها ناقص ساين اي الاكس. تان اي اكس شو تفاضلها؟ الاي اكس تفاضلها اي، التان تفاضلها سيكا تربيع اي الاكس تفاضل كوتان اي الاكس اللي هي الاي ناقص كوسيكا تربيع اي الاكس. والتان اقول سيكا سيك الاكس اي الاكس شو تفاضلها؟ الاي سيك ايه اكس تان ايه الاكس. والكوسك ايه الاكس اول حاجه فاضل الزاويه اللي هي الايه كوسك ايه الاكس في كوتان طبعا بالسالب في كوتان ايه الاكس. هذه النسب تفاضلات، هذا تفاضلات النسب المثلثية. نجي لأمثلة على تفاضل النسب المثلثية. أمثلة على تفاضل النسب المثلثية، أول حاجة نقول لك الواي تساوي تان سبعة إكس. الواي شرطة هو التفاضل أو دي واي على دي اكس هي نفسها واي شرطة. شو بتساوي؟ تفاضل الزاوية سبعة، التان شو تفاضلها؟ ست تربيع تبعد الزاوية نفسها سبعة اكس. لما نقول لك الواي تساوي كوتان ثلاثة الاكس تربيع، أول حاجة خلينا نفضل الزاوية هي في ثلاثة ستة اكس. الكوتان شو تفاضلها؟ الكوساين. الكوساين شو تفاضلها؟ ناقص ساين، وتبعد الزاوية نفسها